أثابكم الله. تقول: هل وضع عطر الكولونيا بعد الوضوء ينقض الوضوء على اعتبار أنه مصنوع من الكحول أو فيه نسبة من الكحول؟ لا ينقض الوضوء، ولكن إذا كان فيه كحول، تحقق أن فيه كحولا، فإنه يكون نجسا، فيجب غسله من باب إزالة النجاسة. فلو توضأ الإنسان وضوءا كاملا وأصابته نجاسة في ثوبه أو في بدنه، وجب عليه إزالة النجاسة، وأما وضوءه فإنه صحيح. نعم، فيجب غسل يده بعد مس الطيب. يغسل ما وقع عليه الكحول، ما وقع عليه الكحول، لأن الكحول نجسة.